إيمان، بدك شيء قبل ما تروح المدرسة؟ سلامتك بابا، مو ناقصني شيء. ما بيوصيك ها، دير بالك على دروسك منيح. ولا يهمك بابا، ولا يهمك. الأستاذ فارس رح يعطينا علامات مذكر تاريخ اليوم. بتعرفوا يا شباب، أنا ما هضمته أبدا لهذا الأستاذ فارس. نافش ريشه مثل الطاووس وعلى شو ما بعرف. أنت الحق عليك بالقصة. الحق علي أنا؟ ليش؟ حكينا مع الوالد غيرنا ويغيرنا المدير فرد مرة. أنا ما بقدر أدخل بابا بهيك شغلات أبدا. معك حق، أكيد السيد والد شغله لفوق راسه. بعدين الأستاذ فارس لحد هلا ما غلط معي ولا غلطة، بتستاهل إني أنقله من المدرسة مشانه. بس بيني وبينكم مستني على وحدة. إيه؟ الله يعلو بين ايديك لحتى نخلص منه على اهون سبب. ليش شو الاستاذ فارس؟ فكركم رح يجيكم احسن من هيك؟ سيدي وبلا ما يجي، كثير مادة التاريخ مستاهلة يحط لها استاذ. قولتك مو لازمة بالمرة. طيب قديش تتوقع تاخذ بهالمذاكرة؟ هو بصراحة أنا بهي المذاكرة انضربت شوي، يعني ما بظن آخذ أكثر من 35 من 40. لا لا ليش؟ لأنه يوميتا طلعت على الشتورة أشتري شوية أغراض وما صح لي أدرس. الحقيقة يا شباب العلامات اللي أخذتوها بالمذاكرة خيبت أملي تماما. وما كنت متوقع هيك نتائج ابدا. نحن ما حطينا كل امكانياتنا بالمذاكره استاذ. بعدين الاسئله كلكم تعرفوها، يعني ما جبت شيء من عندي. استاذ ممكن ترانا العلامات؟ ايه على عيني. احمد مصطفى 30 من 40. عم تدرس نورانا لك درس؟ احمد باش كاتب 9. أيهم أبو السعود 39. أحسنت يا أيهم، برافو عليك. أيمن أبو العلاء نص. شو نص؟ شو عم تمزح معي أستاذ؟ عود محلك، عود واحكي بأدب. أكثر من هيك أدب أنا ما عندي. بعدين بدي أعرف ليش حاطط لي نص. طول بالك ايمان، مو محرزه تخسر بعض عشان نص علامه. خلص ايمان سامحه. بلا تعليقات سخيفه انت وياه. وانت الثاني اذا عندك اعتراض على العلامه قدم طلب خطي وشرف عود محلك اذا بتريد. واذا ما عدت شرف طلع برا. ماني طالع. طلع لبرا احسن ما بهدلك. يلا طلع. طالع بس لازم ايدك. على كل حال متواجه. هاي الشغلة ما راح مرقلك اياها على خير ابدا. عم تهددني ولاد؟ استاذ هذا امري لامجد ابو العلاء. طلعت الثانية برا معهم، يلا لك حيوان يلا. اسمع انت، انت بالذات مالك فوتي على هالصف قبل ما تجيب ولي امرك، مفهوم؟ كثير متفائل والله. العم على قلة الذوق، شو الطالب هاد؟ لا وقت طلبت منه يحضر ولي امره كل الطلاب صاروا يضحكوا كاني حكيت شي نكته. طبعا يا استاذ فارس بدهم يضحكوا.
لأنه اللي قلته أنت بيضحك أكثر من نكته. وليش بقى؟ عود عود روّي واشرب قهوتك عود. أنت بتعرف مين ولي أمره لهذا الطالب أيمن؟ نعم سيدي بعرف. بتعرف وعم تحكي هالحكي؟ هل قلت الشاعر إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أكبر. المهم هلأ هذا الطالب ما بيفوت لعندي على الصف ولا بشكل قبل ما يجيب ولي أمره على المدرسة لهون. إيه لا تحتد كتير أستاذ، ما بيسوى هيك مشان صحتك. بعدين لا تنسى أنه وجود طالب مثل أيمن بمدرستنا مكسب كبير للمدرسة. شلون يعني؟ يعني في شغلات كتير عم نمرقها للمدرسة وعلى اسمه، كتب، طبشور، مازوت للشتاء، دهانات. هذا غير الكتب اللي عم نوجهها للمديرية وعم تتوقع على العمياني. بل الله يرضى لي عليك لف لي هالموضوع من عندك وبلا وجع راس. وشلون بدي لفلفه بقى؟ ما بعرف والله، انت اللي ورطت حالك هاي الورطة وانت اللي لازم تعرف شلون بدك تخلص منها. ورطة؟ هلأ من كل عقلك عم تحكي هالحكي؟ لكم من نصه؟ وطلبت ولي أمره؟ يعني بدك أمجد أبو العلاء يجي لعندك على المدرسة؟ إيه وشو بيصير يعني بتخرب الدنيا؟ وين الغلط؟ فارس فارس الله يرضى عليك، احكي حكي فوت العقل، مو تقطش وتلحش على العماها. لك شو بكي أنت التانية؟ شو بكي؟ يعني بلشتي تحكي مثل المدير؟ ولك أنت شبك؟ شو نسيان حالك مين أنت؟ يعني أنت مهما رحت ومهما أجيت بتضلك أستاذ مدرسة، يعني موظف صغير بين ملايين الموظفين اللي مثلك، بقى وين رايح لي بهالعجقة؟ فارس اصحى لحالك قبل فوات الأوان، ما بصير تتدهور هيك. خلاص بقى رشا، خلاص الله يرضى عليكي، والله عال، يعني مو ناقصني إلا مرتي توقف ضدي. وليش عم تتنكت بوشي هيك؟ روح تقاوى على طلابك مو علي أنا. على كلين أنا رايحة لعند أمي. إيه الله معك، مع السلامة. وينك؟ سلميلي كثير على أمك كمان. شو لسه ما خلص دراسة؟ يلا ها رح خلص. شو ليش عم تكتب الوظيفة مرتين؟ كان فيها شوية غلط أنا متعميدة. شوف حسام، أنت مشكلتك إنه ما بتعرف تكذب. شو قصدك؟ رجعت تكتب له وظائف ولا رفيقك أيمن، مو هيك؟ يعني شو فيها؟ طلب مني خدمة، معقول ما أخدمه فيها؟ طيب، هلا أنت إذا طلبت منه نفس الخدمة بخدمة؟ يعني بيكتب لك وظيفة؟ لا ما بظن. هاها، وليش بقى؟ هلا بدك تفتحي معي تحقيق، وإذا كتبت له وظيفة، كل طلاب المدرسة بيتمنوا يعملوا اللي أنا عم بعمله. يا حسام انا عم بحكي من شانك، علاقتك بهذا الانسان لازم تكون مبنيه على اساس التكافؤ والاحترام المتبادل. ايه انه تكافؤ هذا اللي عم تحكي عنه؟ اذا هو ابن امجد ابو العلاء من كبار مسؤولين البلد وانا ابن ابو سعيد الدكنجي، اصبح بلا اهل علاقه، مالك مضطر كتير لحتى تمشي معه وترافقه. لا ستي مضطر، انا معقول ارفض صداقه واحد مثل هاد؟ هذا اذا حب واحد بيساويه بالعلالي، واذا تحطت على شي واحد بيساويه باسفل السافلين، وبكره بتشوفي شو حيعمل باستاذ فارس استاذ تاريخ. ليش شو في بيناتو؟ بسيطة بسيطة بسيطة، ما في داعي تهز بدنك كل هالقد. شلون بسيطة؟ هجم علي بالسيارة وكان بده يدعسني ولسه بتقلي بسيطة وما في داعي هز بدني؟ هلا معقول يدعسك انت التاني؟ هي مجرد مسحة، اكيد كان حابب يصالحك ويمازحك وما لقى قدامه غير الطريقة.
هدول الشباب هيك بيمزحوا مع بعضهم دائما، وانت شاب ما شاء الله عنك، لازم تتقبل هيك مزحة. فظيع على ايمن، شو له حركات. طيب شو رايك هلا ناديله لهون وصالحك انت وياه ونفض هالسيره بقى؟ شو قلت؟ شو قلت؟ قلت مو بس بدي ولي امره، بدي اخبر الشرطه واعمل ضبط رسمي بالحادثه. اوعى تعملها. اوعى. لا سيدي رح اعملها وبكره بتشوف. الله وكيلك الله وكيلك، لو ما زدت حاله على الصيف كان راح بشربة مي. أكيد ما عاد يجيب أولاد. سيدي وبلاها الذرية الصالحة، يعني إذا أجا أولاد شو راح يطلعوا بالمستقبل؟ أكيد أكيد راح يطلعوا أساتذة التاريخ فاشلين مثله. لا والأحلى من هيك إنه مصر إنه يجيب ولي أمري. دخلك سيد الوالد دريب هالقصة؟ أعوذ بالله، بابا مو فاضل هيك شغلات بالمرة. هذا اللي كان ناقصنا. وهلا شو ناوي تعمل؟ شو بدي أعمل يعني؟ أنا ما بيكون اسمي أيمن إذا ما بخلي الأستاذ فارس هو يجيب ولي أمره. الله وكيلك يا ماما، كل يوم بيعمل لي مشكلة شكل، وغير هيك عنيد ومخه يابس. طولي بالك لك بنتي، هذا نصيبك، يعني شو بدك تعملي؟ لكن الناس تتمنى تحكي حكي مع ابنه لأمجد أبو العلاء، فكيف إذا كان أستاذه بالصف وعم يشوفه كل يوم؟ إيه الله بيعطي الحلاوة للي ماله أسنان. واحد غيره كان استغل الفرصة وتعرف على الصبي وصار خوش بوش وياه، بعدين ما بيلاقي حاله إلا شوي شوي صار صحبة مع الأب. لكن شلون هالعالم عم تصير؟ معك حقلك بنتي، بس شو بدك تعملي؟ جوزك من طول عمره حابب علاقاته مع العالم، بعدين ماله خبرة بهالدنيا. تتذكري لما اجيت لعنده وحكيت معه مشان ابنه لسعد الله النايس؟ كلهم علامتين، علامتين ما كان يزيد له اياهم، مع انه لو زاد له العلامتين هدول كان مفتح له 100 باب وباب. بس الله يهدي، هو هيك عقله يابس على الفاضي. مرحبا مرت عمي. اهلين. مرحبا رشا. اهلين. شو امتى اجيتوا؟ من شي نص ساعة. فارس بدي احكي معك كلمتين. خير مرت عمي، شوفي بصراحة رشا اجت لعندي وكانت ناوية تحرد، بس انا ما خليتها، سحبتها من ايدها وجبتها لهون. كتر خيرك، اهلا وسهلا فيها وفيكي. بس بدي منك توعدني بشغلة. ايه قولي مرت عمي، انت بتموني. الله يرضى عليك، بدي منك تنسالي شغلة ابن امجد ابو العلاء. ايه ولو، تكرم عينك مرت عمي، رح انساها، بس مو قبل ما اقدم فيه شكوى رسمية. انا بورجي لازم رد له صاع صاعين. رشا اعتذري لي منها، ما قلت لها عن اذنك لامك. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ معقوله اولاد امجد ابو العلاء يتصرفوا هيك تصرف؟ وليش لا؟ لأن أولاد جنابه مضرب المثل للناس بأدبهم وأخلاقهم العالية وتواضعهم. مثل ما عم قلك، وأنا هلأ جاي أقدم شكوى رسمية ضد أيمن أمجد أبو العلاء، فإذا بتريد سجلها عندك. أستاذ فارس ما بعرف شو بدي قلك، الوضع بالنسبة لنا كتير محرج، فياريت أنت من عندك تتغاضى عن الموضوع وتصرف النظر عنه حتى ما يصير شو شرط. هلأ كلمة واحدة لا غير، بدك تسجل الضبط عندك ولا ما بدك تسجله؟ تكرم عينك أستاذ، ما بيصير إلا مثل ما بدك، بس يا ريت تراجعني بكرة. ماشي الحال. السلام عليكم. الله معك، مع السلامة.
فهذا المدرس مصر على تسجيل شكوى باسم أيمن أمجد أبو العلاء. وحاولت تفهمه؟ حاولت سيدي بس ما اقتنع. طيب أبعك إياه. فهمت لي شو وضعه؟ أنو وضع سيدي؟ لا يكون في حدا وراه وعم يعبي له برشوة. ما بظن. طيب في حدا داعمه؟ ممكن جدا، لأنه لو ما كان مسنود ما كان تجرأ وطلب هيك طلب. طيب ليش ما حسمت الموضوع من عندك وفهمته حساسية وخطورة الموضوع؟ حاولت سيدي بس يبدو انه عنيد وعنده اصرار ليعمل اللي براسه. والعمى بعيونه العمى. ولك روح بعت لي يا روح. حاضر سيدي. عيد عيد لشوف. شو هالحكي؟ معقول هالكلام؟ لك شو هذا مجنون؟ ها ليش ضروري يبين عليه يعني؟ وينه هلا؟ طيب طيب خليه يراجعني بكره الساعة 10. مع السلامة. اسمع وفهم، بدي منك خدمة صغيرة. ولو ابو اليمين انت بتقومه. حاولت امبارح ترجم مقطع الانجليزي اللي اعطاني اياه الاستاذ بس ما قدرت. طبعا مو مشان شيء بس لاني ما كنت بالمود. ولا يهمك انا بالمود دائما، بكره بجيب لك اياه مترجم خالص. يسلموا هالايدين، والله يقدرني ورد لك هالمعروف. ولو سيد ايمن نحن اخوات وما في فرق بيناتنا منو. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. تفضلوا عدو. شو عم تعمل انت هون؟ ليش فتت على الصف؟ شرف لبرا. الحقيقة يا شباب انا جاي اعتذر منكم عن درس اليوم، عندي مشوار ضروري ومضطر امشي. بعوض لكم الدرس بعدين، يعطيكم العافية. سيجارة مع قهوة؟ لا شكرا ما بدخن. تفضل اشرب قهوة. ايه والله شكرا. لا تحولي لي ولا مكالمة. 10 دقائق. الحقيقة أنا سمعت قصتك بكل تفاصيلها، واسمح لي أعبر لك عن إعجابي بشجاعتك وجرأتك، لأنه كتير عظيم ذلك الإنسان اللي ما بيتنازل عن حقه. وأنت من حقك تشتكي ومن حقك تطلب ولي أمر أيمن، بس كمان بنفس الوقت الإنسان لازم يكون مرن شوي وما يركب راسه على شي فاضي. كيف يعني؟ يعني أنت إنسان مثقف وفهمان ويفترض أنك بتقدر الأمور وبتحسبها صح. يعني شاب مثل أيمن لابد أنه يكون مندفع ومتهور، والمفروض نحن كأسرة تعليمية نحاول نستوعب هالشي. يعني إذا نحن ما استوعبنا لأيمن مين بده يستوعبه لكان؟ إيه بس بالإضافة لأنه حضور السيد أمجد أبو العلاء للمدرسة محرج شوي، مو هيك؟ تعرف انت مسؤولياته وحجم اعماله، فما بالك انه ينكتب ضبط باسم ابنه. يعني نحن على المدرسة كنا مستصعبين حضوره، بقى كيف بدنا نجرجره على المخفر وهو بهالمركز هاد؟ تخيني شوي مو هيك استاذ فارس؟ بس انا على حد علمي كل الناس سواسية قدام القانون. طبعا سواسية وما حدا قال غير هيك، كلنا سواسية. بس معلش استاذ فارس، الزراعة بدأني هالمرة وانسالي شغلة الضبط. موافق بس على شرط. شو هو؟ بدي قابل سيادته ولو 5 دقائق.
تكرم. خلاص خدها مني. شو يعني رح تقابله؟ هيك وعدوني. ايه وشو رح تقله؟ رح اشتكي على ابنه. يعني وانت مفكر انه ممكن يرد عليك؟ ما بعرف، بس ساعتها بكون عملتي اللي علي. طيب ليش ما بتحاكي بشغلة تانية؟ ما عندي شغلة تانية احكي فيها. يعني انا قصدي انك وصلت وصلت لعنده، اطلب لك شي شغلة نستفيد منها، مو احسن ما تحكي له على ابنه؟ لا مو احسن. شرف، وهي الترجمة صارت جاهزة. يسلم هاليدين يا أحلى أخت في الدنيا. يعني لو ترجمتهم أنت ما كان أحسن؟ الله وكيلك الوظائف لفوق راسي، ماني عارفان شو بدي لحق للحق. بعدين أنا مين اللي غيرك ساعدني؟ وعا تكون هالترجمة لرفيقك أيمن. لا معقولة؟ أصلا أنا ما عاد كتبت له شي لأيمن من زمان. ودخلك؟ شو عاد صار بينه وبين أستاذ التاريخ؟ الأستاذ فارس صاير وضعه مو طبيعي بنوب، دائما صفنان ومكركب. بعدين صار له زمان عم يغيب وعم يغيب كثير، وما حدا عم يعرف ليش. ألف مبروك يا أستاذ. سعادته حدد لك موعد المقابلة اليوم. يا سيدي الله يبارك فيك وبسعادته. هلأ بعد ربع ساعة سيارة من عنا من المكتب من هون بتوصلك لمكتبه دغري. ما في ضرورة للبكة والله. لا معلش في ضرورة. طبعاً أستاذ أنت شخص مثقف وفهمان وأكيد بتعرف كيف بدك تقابله. ما فهمت عليك، كيف يعني؟ تفضل. طبعاً سعادته مسؤول كبير وفي أكبر منه بكتير، بس هو سعادته يعني شخص نؤوزي وحساس، وأرجو أنك تحط الكلام اللي بدي أقول لك يا ببالك. ما فهمت عليك، شو القصد؟ يعني بتحكي مع سعادته بالمختصر المفيد من دون مقدمات، بهدوء تام، بصوت منخفض، ابتسامة خفيفة، ومن أول ما بتفوت بتنتبه لا تمد إيدك وتصافحه إلا إذا هو مد إيده وصافحك، وإياك تعود إلا إذا هو سمح لك تقعد، ولا تنسى حالك وانت قاعد وتحط رجل على رجل. هاي شغلة بسيطة مو مشكلة. بعدين لا تبدأ بالحديث إلا بعد ما يسمح لك، ولا تحرك بإيدك وتشوبر وانت عم تحكي، وإياك تنفعل بالحديث وتفتف بوشه، يعني خلي صوتك واطي أقرب للهمس، وإذا حكى لا تقاطعه ولا تعطي رأيك إلا إذا طلب منك هو. مو مشكلة. في شي تاني سيدي؟ وإذا رفع صوته بتبتسم، وإذا عصب بتسكت، وإذا جاء هاتف وأنت عنده أوعك تحاول تسمع شو عم يحكي، وإذا حكك جلدك لا تحاول تحكه، وأوعى تعطس أو تكح أو ترمش بعيونك كتير أو تنف، ولا تلعب بزرار قميصك أو كمك، ولا تطالع من جيبتك مسبحة أو مفاتيح وتقعد تطقطق فيهم، ولا ترتخي على الكرسي كتير، خليك قاعد على حافة الكرسي، وإذا نشف ريقك لا تطلب مي، وإذا كنت عم تحكي وشفته التهب شغلة تانية معناها مل منك ومن حديثك، بتقوم تقطش الحديث دغري وبتسكت تماما، بس اياك تغادر قبل ما يقلك انتهت المقابله، واياك ثم اياك تعارضه مهما كان الموضوع. وقت بدك تغادر بتغادر وانت عم تمشي لورا ووشك لعنده، وما بتدير ظهرك له الا لتوصل للباب. واضح استاذ؟ طيب عفوا سيدي، المسؤولين اللي اكبر منه ما عملوا هيك، بقى ليش هيك؟ طبع سيادته. بعدين يا ريت يا أستاذ فارس تقصر لنا لسانك شوي. تفضل. برجع بحكي معك. اهلا اهلا استاذ فارس، تفضل. اهلا 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 اهلا. الله يشيلك الله يشيلك، الله يشيلك، شو اللي صار؟ ايه وبعدين؟ حكيت له كل شيء، ما خليت تفصيله صغيره الا وحكيت له اياها. ايه وشو قال لك؟ ما حكى شيء. وقت خلصت حكي طلبوا رئيس ديوان المدراء على التليفون، اعتذر مني وغادر المكتب. ايه
يعني شو النتيجة اللي حصلت عليها بعد كل هالشغلة؟ حصلت ما حصلت، المهم اني عملت اللي براسي وخلاص. شو ايما؟ لك تحضر درس التاريخ؟ طلع روح احضر. والاستاذ خالد؟ شو بو؟ بركي طالعك من الدرس مثل كل مرة. يا سيدي بدي احضر هالمرة لو بدك طبيعي السماع الارض، مو حبا بدرس التاريخ لا، بس لاني هالمرة ناوي اشوف الاستاذ فارس شو بده يعمل. وبركي بهدلك قدام الطلاب. فارس يبهدلني؟ ولك معاش اللي بده يبهدلني. خليه هالمرة يتورط ويحكي معي حرف واحد. لأنه هالمرة بالفعل بده يوقفوا عند حده. كفو أيمن كفو. صباح الخير. صباح الخير. تفضلوا جلوس. اليوم رح نعمل مراجعة عامة عن دروس الأربعة الماضية. بقى إذا في أسئلة عند أحدكم عن دروس الماضية يتفضل، أنا جاهز عم بسمع. تفضل. أهلا سيدي. أهلا قيام. أهلا وسهلا مجد بيك. أهلا وسهلا. يعطيك العافية أستاذ فارس. الله يعافيكم يا سيدي. تفضلوا. اسمحوا لي رحب باسمكم وباسم مدرستنا بالأستاذ أمجد أبو العلاء ولي أمر الطالب أيمن. الحقيقة أنا جاي لهون شخصياً حتى أعتذر من الأستاذ فارس عن الخطأ يلي ارتكبه ابني أيمن بحقه، وهي التعهد مني شخصياً بأنه هالشي ما رح يتكرر أبداً طول ما أنا عايش. معلشي، يبدو أنه كثر مشاغلي والتزاماتي صرفتني شوي عن الاهتمام بتربية ابني التربية الصحيحة، وبتمنى هالشي اللي صار اليوم يكون درس له. وصراحة أنا خجلان كتير من ابني لأنه خجل يعتذر من أستاذه. وبالمقابل بوجه شكري العميق واحترامي الشديد للأستاذ فارس، وبتمنى كل الأساتذة يكونوا مثله، ما يتستروا على خطأ ولا يسمحوا بالزلل. يعطيك العافية أستاذ فارس. الله يعافيك سيدي. موفقين جميعا يا أولادي. قيام. والله يعطيكم العافية مشان ما حدا يزعل منه. يا لطيف شو بتحبوا النم يا لطيف؟ طبعا هيك طبعا رجال فعلا. اهلا وسهلا. بالمهي. الله يسلمون يا رب. يسلمك. تفضل استاذ نادر. اي والله يا مدام رانيا يسلم وديات. الله يسلمك. شو وين علاء وميساء؟ مو جايين؟ كيف مو جايين؟ بس خبرت ميساء قبل شوي قالوا يتاخر. خير يا ترى في شيء؟ بس قال ميساء بدها تنيم الاولاد. ليش مين بينيم الاولاد؟ هو ولا هي؟ اكيد علاء. صدقوني يا جماعه عم تظلموا هالجماعه كثير. وليش عم نظلمهم بقى؟ كل الناس بتعرف انه في تبادل ادوار بيناتهم، يعني المدام ميساء هي الكل بالكل، هي المسؤوله عن استراتيجيه وسياسه البيت الخارجيه، والاستاذ علاء هو المسؤول عن الامور الداخليه وبس. بس هذا مركز حساس، الأمور الداخلية مو قليلة. يا لطيف. الله لا يعلي حدا بلسانكم، عليم الله ما في أطيب منه قلب علاء. حدا قال غير هيك يا جماعة؟ بس هون المشكلة. المشكلة إنكم ما بتقبلوا تشوفوا حدا عم يعامل مرته بطريقة حضارية وديمقراطية مثل ما عم يعمل علاء مع ميساء. قصدك مثل ما ميساء عم تعامل علاء، إلا أن على هوا ما لاحظت هي الحاكمة بالبيت. ها يمكن وصلوا. أفرجت عنه. قال عم نظلمهم. قال عم نظلمهم. لك حرام عليكم حرام الحكي. يا لطيف. مساء الخير رانيا. يا أهلين. أهلين وسهلين. كيفك؟ مساء الخير مدام. يا أهلين. الله يعطيك العافية. الله يخليك. أهلين شرفوا. أهلا. مساء
اهلا وسهلا لو تاخرتوا شوي تاني كنا بلشنا بالعشاء. لا مو معقول تعملوها. شو مدام ميساء؟ طمنيني، كيف رضاك عن علاء هالايام؟ رضا الله، علاء ما في منه. اوعى تكون عم تعذب مرتك. ها والله ما بيخلى الامر. صريحة وما بيكذبك منهم. شكلك يعني كومو. ايه فعلا فعلا. اهلا وسهلا. شكرا، يسلموا هدياتي مدام. شكرا كثير. يسلموا. الله يسلمك. صحيح نسيت اسالك استاذ علاء، بتحب تاخذ ثلج مع العصير؟ هو لو لا 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 بلا ثلج، صار له يومين عم يسعل. ماشي الحال، بلا ثلج. بتعرفوا يا جماعة انه كنا رح نعمل حادث سيارة ونحن جايين؟ أعوذ بالله، خير إن شاء الله. طبعاً، لأنه سواقة علاء مفشكلة، الله وكيلكم بيسوق مثل الولد الصغير، بيمشي بالسيارة لا بيستعمل لا مرايات ولا إشارات، هيك على التوكل وربي يسر. معناتها المفروض أنت تسوقي يا مدام. هو هيك رح أعمل، أنا هلأ سجلت بدورة لتعليم السواقة، وبعد شهرين بتخرج، وبصير أحسن من أحسن معلم بسواقة المعاصرة الشبابية. أيوه أيوه. تفضلوا يا جماعة، العشاء جاهز برا. يا مدام، ليش معذبي حالك بالعشاء؟ إيه أنا بعرف. شرفوا شرفوا. ولو عزاكم راحة، أهلا وسهلا. مرحبا شرفوا. تصبب على رقية حسنة ودلالة. شرفوا شرفوا مدام، أهلا وسهلا شرفوا. كثير راكزين. متعودين نحكي على أكل ما في خلاص. نرتين بأكل الواحد. لا لو قعدنا جوا كنا شوبنا فعلا. بس فعلا لا طاس حلو كتير. هذا هون إلا كتير لسه ما بردت. تنبسطوا كتير عندي. بس الحقيقة الله يعطيك العافية ويسلم دياتك على الأكلات. إن شاء الله صحة وهنا يا رب. بالفعل يعني أنا قديش صرت آكل شرحات؟ آكل بلاوي مثل هالشرحات ما دقت أبداً. ليش الشرحات اللي أنا بعملها مو طيبة؟ لا طبعاً طيبة حبيبتي، بس هاي طريقة وطريقتك طريقة. شو بك يا عليا؟ ما أكلتي جوانح؟ يسلموا إيديكي أكلت. صح وهنا. ما بكون عزيمة يا جماعة. طبعاً أنا وتعرفوا كل شيء على الطاولة لازم يمسح مسح فعلا. ولا يهمك، ما بدنا توصاية إلك منا إنه نمسح لك صحون مسح وما نخلي لك ولا لقمة بأي صحن. قلب صحة وهنا يا رب. على قلبي حبيبتي ميساء، يا ريت تخففي أكل بطاطا شوي مشان الرجيم. مالك ملاحظة على حالك شلون سمناني شوي؟ أنت التهب أكلك وما عليك بالرجيم تبعي. بس أنت قلتي لي ساعدني منبهني لما باكل نشويات. اسكت هلا اسكت. بس الرجيم إذا ما كان خلصنا بقى غيرنا السيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. شو صار لك؟ خد خد شراب مي خد. لا حول الله. شراب مي مش عارف. طح على ظهره طح. لا لا معلش 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 حبيبي، شردقة خفيفة مشي الحال. دايما يا جماعة. بس علاء ما كملت أكلك. لا صدقوني يا جماعة شبعت، يعني معقول قوم عن صفرة وأنا جوعان؟ لا تخافوا عليه، هو هيك صاير أكله قليل. تفضل تفضل يا جماعة كملوا ولو. أهلا وسهلا. مو معقولة هيك يا ميساء، مو معقولة أبدا. شو هذا اللي مو معقول؟ الشيء اللي عملتيه معي بالسهرة. يوم ليش شو عملت لك لا سمح الله؟ لك يعني معقولة ما تعرفي حالك شو عملتي؟ هلا فهمني شو قصتك؟ يا ميساء أنت طريقتك بالحكي معي قدام الناس مو ظريفة منوب، يعني صاير عم تدجيلي كل كلمة هالقد قد قدام العالم، ما عم تحترميني أبدا. يعني بصراحة شخصيتي صارت مهزوزة قدام الشلة وكلهم صايرين عم يتغامزوا علي لما بتحكي معي شي كلمة أو لما بتوجهي لي شي ملاحظة. مو حلوة بحقي شو الحكيات؟ مو حلوة منوب. أنا هيك عم بعمل؟ إيه طبعا، كل ما بحكي كلمة بتطلعي لي سنجق عرض مثل حمصة الكي، كل ما بدي أقول رأيي بتسفهي لي يا فورا، بتسخفيني، وإذا بدك تحاكيني بتحاكيني متوترة هيك وعصبية ومن روس مناخيرك مثل الإمبراطورة قال أو الملكة. أنا هيك عم بعمل؟
اي طبعا. لكن معقوله معقوله تقلي لي انتهي باكلك وما عليك مني وتسكتيني مثل ولد صغير قدام الجماعه؟ صدقيني قلبت على نصي قدام رفقاتنا وصرت قد الكبايه وتمنيت الارض تنشق وتبلعني. يبعت لي حمى على هالفصل. اسفه كثير حبيبي، اسفه علاء، صدقني مو بقصدي. قال مو بقصدك؟ قال بقصد مين لكان؟ علاء انت صرت تعرف طبعي، يعني انا هيك طريقتي بالحكي، دائما نبره صوتي عاليه وحده، صدقني مو بايدي، شو اعمل؟ يا ستي صدقنا وامنا، بس ليش نبره صوتك ما بتكون هيك لما بتحكي مع غيري؟ لاني بكون عم جامل، اما معك بكون على طبيعتي وباخذ راحتي. ايه على عيني، بس مو لهالدرجه، انا وكيلك صرت مضحك قدام العالم. خلاص حبيبي قلت لك اسفه. اسفه وبعد شو؟ لك شو بينفعني اسفك هلا؟ خلاص الجماعه كونوا عني فكره مو منيحه وانتهت القصه. اكيد هلا بيكونوا عم يتصوروني هيك قاعد معك مثل ما بيقعد الصبي مع استاذه وما عم بسترجي افتح تمي بكلمه، ومستحيل يعرفوا انك هلا عم تعتذري مني وتتاسفي. مستحيل شو الحكي. طيب ولا يهمك، شو رايك بكره احكي قدام عليا ورانيا اني انا اعتذرت منك وتاسفت لك؟ ما بيمشي الحال، ما بيمشي الحال حبيبتي. منو؟ ليش؟ لانه هالموضوع بالذات بده فعل ما بده كلام. كيف يعني؟ يعني انت مستعدة تصلحي غلطك ولا عم جامليني هيك مجاملة؟ شو هالحكي علاء؟ انا مستعدة اعمل اي شيء بيرضيك، يعني انا كمان بصراحة ما بيهون علي تطلع صورتك مهزوزة قدام الناس كيف ما كان انت جوزي وابو ولادي. عظيم كتير، معناها ما في غير طريقة واحدة لتصليح الوضع. شو هي؟ منستنى للسهرة الجاية ببيت عرفان ورانيا وهنيك منقلب الادوار بيناتنا. ما فهمت عليك. يعني منعمل تمثيلية صغيرة قدامهم، مثلا انت بتحكي لك شي كلمة باردة بقوم انا برد عليكي وبفرض شخصيتي قدامهم وبعيط عليكي شوي. ايه بس كمان انا مو حلوة تنهز شخصيتي قدام النسوان. معلش روحي، لازم اضحي شوي من شاني، بعدين هي غلطتك وانت مسؤولة عن تصليحها. ماشي الحال قبلاني، بس على شرط. شو هو؟ لا تنبحت قدام الجماعة وتاخد راحتك. ايوة يعني بدي جلي كلمة كلمتين وصلى الله وبارك. ايه طبعا حبيبتي طبعا. شوف فكرك لك، يعني انا ما برضى لك ياها تتبهدلي ولو يا روحي. لا لا ولا يهمك. يا حرام على علاء، ما طلع حسه لآخر السهرة. بشرفي اني شفقت عليه. بالفعل وانا كمان شفقت عليه كتير. الله يسامحها ميساء على هالفصل. لك في وحده بتحكي مع جوزها بهالطريقة؟ ايه بس مو الحق عليها، الحق عليه هو خروق وشخصيته ضعيفة. وليش بقى؟ شو يعني لازم يقوم يعمل لها كفين لحتى يثبت انه رجال؟ ايه لا مو لهالدرجة، بس على القليلة ورجيها العين الحمراء. يعني إذا كانت وحدة مثل مرته نمرودة وقوية، يعني ما فيها شيء إذا أكلت لها كف كفين بين المدة والتانية. شو هالحكي عرفان؟ لا هالنغمة جديدة تماما، ما على أساس أنك ضد مبدأ الضرب وبتحتقر كل الرجال بمد إيده على مرته. إيه بلا، بس يعني بس شو؟ أخص عليك يا عرفان أخص، ما كنت بتوقع يطلع منك هالحكي هذا بنوب. تصبح على خير. طولي بالك طولي بالك رانيا، ما حكينا شيء يعني، طولي بالك لفهمي. أنا ما كان هيك قصدي. يعني فعلا امبارحة ميساء زودتها كتير. يلا يعين علاء عليها. إذا قدامنا هيك شو بتعمل فيه بالبيت لكان؟ وليش انت والله كتير يعني حامل همه؟ طالما القاضي راضي انت شو دخلك؟ شو نسيتي انه علاء رفيقي من ايام الجامعة؟ ما بيحق لي ازعل عليه يعني؟ سيدي نحن شو دخلنا؟ الله يعين كل حي على بلوى. فظاع شلون القلب، وين راحت رجوليته ما بعرف، صاير قدام مرته مثل التوتو. مطول بالجلي؟ لا مو كتير، انا خلصت. يلا خلصنا بقى، بردت القهوة. حاضر حبيبتي، لحظة بس لحظة. ما بتحبيهم انضاف انت؟ يا لطيف انت شو ابو عجقة. بحب ساعدك انا.
وين قهوتي؟ شحة على الغاز. والفنجان وينه تبعي؟ بمصفايتي الجلي هني خلصني. مرحبا ميساء. طبس بصباطك هلا عمازحة. راح عفتيني. وين شو حاطي؟ هيك ورا الباب. ميساء. نعم. جهزي لي حالك اليوم على السهرة. وليش هيك فرحان كل هالقد؟ معلوم بدي افرح لانه السهرة اليوم ببيت عرفان ورانيا. شو يعني؟ شو يعني؟ نسيت الاتفاق اللي اتفقنا عليه؟ لا لا مالي نسياني. اصبح جهزي لي حالك حتى نعمل بروفا على التمثيلية اللي رح نعملها هنيك. اي ماشي يلا بس لخلص مسح. يلا الحقيني. نقلط نقلط. طيب. ان شاء الله عجبكم الجاتو. رائع الله يسلم الديان. يا سلام وعياراتهم كثير زابطه. رانيا ذكريني اخذ منك العيارات. تكرم عينك. شو استاذ علاء ما اعطيتنا رايك؟ رايي واضح، طالما صرت اكل ثلاث قطع لحد هلا معناها الجاتو عجبني كثير. ايه هيك ها، هذا اسمه جاتو مو مثل الجاتو اللي بتعمله ميساء. ليش انا ما بعرف اعمل جاتو؟ لا ستي ما بتعرفي، نسيتي كم مرة احترق معك قالب الجاتو؟ أنا بذكرك أكثر من 10 مرات احترق معك، ورغم هيك لساتك مصرة تعملي جاتو. بسيطة بسيطة أستاذ علاء، أكيد مو بقصدها. طبعا مو بقصدي، كل مرة بسها عنه شوي بيقوم بيحترق. معلوم بدك تسهي عنه لأنك يا أما بتلتهي بالتلفزيون يا أما بالحكي على التليفون. أنا؟ شبك أستاذ علاء؟ حاطط على مرتك فرت حطة، شو القصة؟ ما في لا قصة ولا فصة، بس ميساء بتعمل حالها إنها ست بيت وهي مو هيك أبدا. الله وكيلكم يا جماعة، أنا الله وكيلكم، أكلها مجلعص جلعصة، والرز بيطلع معها مرزرز، والشوربة ملدوعة، إيه نعم ملدوعة، واللبن شايط ونايط، والخضرة يا أما بتطلع عجرة وقاسية يا أما دايبة بقلب الطنجرة. علاء زودتها كثير ها؟ ما زودتها ولا شيء، خلوني يعرفوك على حقيقتك. ليش خجلانة بحالك كل هالقد ليش؟ حقيقتي؟ ايه نعم، لازم يعرفوا انك مو ست بيت ابدا، وانك كثيرة حكي ومهملة وعصبية لحد الجنان. انا؟ ايه انت، لكن انا؟ لك اذا بدنا نطلع مشوار بتضلي ساعة مقابل المراية، ويا ويلي ويا سواد ليلي اذا استعجلتك شوي. مشتهي يوم، يوم نوصل على موعدنا، يعني صار التأخير من الفلكلور تبعنا. وإذا استقبلتني شي ضيف البيت وما كنت عاطيكي خبر بتفتحي الباجوق، الباجوق بينفتح على الآخر وبساعتين ما بيعود بيتسكر. إذا اشتريت لي شي غرض وما اشتريت لك ما بعود بخلص من لسانك شهر زمان. نسيتي قصة جاكيت الجلد ولا قصة بوت الرياضة؟ نسيتي؟ هلا الضبضب بلا ما شرشحك قدام العالم ها؟ أنت بدك تشرشحيني قدام العالم؟ عم قل لك اكساب حالك. لك طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم، مو حلوة، شو صار لكم؟ ما بدي طول بالي، انا بدي احط حد لكل شيء. خذ لك انت بس الحق مو عليك، الحق على جبل اللي اجت تسهر معك. انت من زمان لازم نحط لك حد. طول عليك ميساء. وين رايحه؟ بس وينك عامل حسابك؟ اليوم مالك رجع على البيت بنوب، واذا رجلك بتخطي عتبه البيت لا اكسرها وحملك اياها، فهمت؟ دك دك انت لك يا جماعه يا جماعه صدقوني مو هيك كان الاتفاق. تمثيلية لم ت...